يعطيكم العافية تالت، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. اليوم بدنا نعمل مراجعة سريعة لمادة الامتحان، رح نحكي عن الأشياء المهمة في هذه الدرس أخذناها، وإن شاء الله رح نركز على الأشياء المهمة. تمام، تالت اليوم أول إحنا أشياء أخذنا من الدروس درس أسماء الله تعالى اللي هو الرحيم، من أسماء الله تعالى الرحيم، وحكينا شو يعني الرحيم؟ حكينا الرحيم اللي هو اسم من أسماء الله الحسنى، وإنه هو اللي بيعطف على عباده ويحن عليهم. شو يعني الرحيم؟ شو يعني الرحيم؟ إذا تشتكي عن بني آدم أو يعني طبعاً اسمه مثلاً الآية لا طبعاً، بس إنه تشتكي عن بني آدم شو يعني؟ تعطف عليه، تحن عليه، تحزن عليه. فنفس الشيء ربنا بيعطف علينا، على بيعطف على عباده ويحن عليهم. كمان مش بس على العباد، بيحن وبيسمعوا وبيعطف على مخلوقاته. هلا كمان شو؟ هلا من الاشياء اللي بتدل على انه ربنا هو بيعطف علينا، انه بينزل لنا المطر وبيشفي المريض. يعني اذا كان احنا طول فتره طويله ما بينزل المطر، ربنا بيحن علينا اخر شيء وايش وقت بنزل المطر. نفس الشيء واحد بيكون مريض وتعبان ومو قادر انه يعني خلص فاقد الامل، بس لما هو يعرف انه يكون هو متاكد ان ربنا هو اللي راح يشفيه ويحسن بقى بالله، ربنا اكيد راح يشفيه. طيب في عنا من اسمه نعم الله تعالى علينا تدل على انه هو ايش؟ رحيم بنا. في عنا كثير نعم ربنا انعمها علينا، مع نعم لا تعد ولا تحصى، بس انه احنا بدنا نذكر اهمها اللي هو نعمة العقل، نعمة السمع، نعمة السمع والبصر. هاي كلها نعم من نعم الله تعالى علينا. طيب في عندنا كمان ايش نحكي؟ انه هاي اول كان درس طبعا كان عندنا. الدرس الثاني بعطيكم اشياء مختصرة، يعني بعطيكم شيء مهم في الدرس. بالدرس الثاني بدأ نزول الوحي. هلا كان صلى الله عليه وسلم الرسول يخرج إلى غار حراء. ليش كان يروح على غار حراء؟ كان يذهب عشان يفكر باسم خلق الكون، كان يفكر بخلق الكون وخلق الكون، وكان يفكر إيش؟ بأحوال قومه الذين يعبدون أصنام، كان يعني قومه كان يعبدون أصنام. فليلة من ليالي اسمه ليالي القدر في شهر رمضان المبارك نزل عليه مين؟ نزل عليه الوحي. من هو الوحي؟ هو جبريل عليه السلام. نزل عليه وقال له يا محمد اقرأ. فقال له طبعا كان سيدنا محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكان يحكي له ما أنا بقارئ، فصار يحكي له اقرأ. حكى له ما أنا بقارئ، ثم صدمه وقال اقرأ اسم ربك الذي خلق. طبعا كانت هذه كانت أول سورة نزلت في القرآن الكريم اللي هي سورة العلق. كان يحكي له اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. طيب الثالث، ليش القرآن الكريم بدأ بسورة اقرأ؟ يعني ليش حكينا اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ ليش؟ عشان يحث الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بشكل عام والناس عامة على شو؟ على القراءة والكتابة، على القراءة والكتابة. طيب في كمان عنا لما نزل على الوحي، نزل على الوحي على سيدنا محمد، كم كان عمر سيدنا محمد؟ كان عمره 40 سنة. كم كان عمره؟ 40 سنة. طيب هلا بدنا نعرف من هذا الدرس اهم شيء، انه كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة، والوحي هو جبريل عليه السلام. وكمان نعرف انه اول سورة نزلت في القران كانت سورة اقرا، سورة العلق انا اسفة، بس هي بلش من اقرا باسم ربك الذي خلق. وعندنا انه وين كان يذهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ في غار حراء. لماذا؟ مش لكسب الاموال، مش لاسمه، مش لكسب المال والمنصب، لا، هو كان يذهب ليتفكر في خلق الكون، يفكر في خلق الكون. طيب الملك الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو اسمه الملك؟ جبريل عليه السلام. هو ملك، ممكن نحكي لك من هو الملك او ممكن نحكي لك من هو الوحي. وحي والملك هم نفسهم، هو جبريل عليه السلام. طيب في عنا كمان سورة، هلا أنا درست بتاعت سورة اقرأ، سورة العلق. نقرأ السورة كمان مع بعض ونفهمها
نعرف شو لازم هاي تحفظي، هاي تحفظ السورة هاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنا إلى ربك الرجعى. استغفر الله العظيم. طيب هلا في عنا تحت في عنا معاني لازم نوضحها. من علق، ايش يعني من علق؟ يعني من قطعة دم. لما يتكون الجنين أو ما يتكون الجنين يتكون من ايش؟ من قطعة دم. حتى اسمه بعدين بتصير عليه مراحل وبتصير ايش عليه؟ اللي هو يعني تكون مراحل الطفل تكون اخر شيء جنين. ليطغى يتكبر ويظلم، يتكبر ويظلم، ليطغى يتكبر ويظلم. يعني شو يعني يطغى؟ بحكي لك بحكي لك كلا ان الانسان يطغى، ليطغى يعني ان الانسان بتكبر لسه وبظلم. يعني نفس بعد ربنا هو اللي بيعلم الانسان وهو اللي خلق هو اللي عمل كل شيء، لسه الانسان وصل انه يتكبر ويظلم. ان رآه استغنى، ان رأى نفسه غنيا بماله، رأى نفسه غنيا بماله. يعني هو بيحكي انه لسه الانسان بيتكبر ويظلم لما يشوف حاله هو لما يشوف حاله انه هو معاه مصاري وغني، يفكر حاله انه هو هيك صار قوي. ما بيعرف انه هو إنا إلى ربك الرجعين، انت نهايتك حتى انت معاك مصاري، انت نهايتك لوين؟ لعند الله تعالى. طبعا هون عم تروح عند ربنا لا بتلبس معك لا مال ولا قوه، بدفع معك بس شو؟ الاعمال، الاعمال الصالحه. طيب في عنا كيف ممكن احنا نشكر الله تعالى على نعمه العقل والعقل، نعمه العقل والعلم؟ انه احنا نتبع اوامره لله تعالى ونجتنب نواهيه، مش نجتنب ما نهى. كمان ممكن احنا نشكر الله تعالى على نفس الشيء، انه ممكن احنا نصير نقرا ونتعلم القران، نحفظ، نعمل به عشان ايش؟ نفس الشيء احنا ندخل يعني نجي احنا نتعلم القران ونتعلم ما يولد بداخله ونعمل فيه، احنا هيك بنعمل ما امر الله لنا وبننهي وننتهي عن ايش؟ عن ما ربنا نهانا عنه. طيب هسه بحكي لك، ممكن احكي لك اكتب نعمتين داخل نعمتين ذكرت في سورة العلق، اللي هي نعمة العقل ونعمة العلم. سورة العلق ثلاثة، سورة العلق الدرس الرابع مالنا اللي هي من 9 إلى 19. عندنا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لأن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. طيب شو يعني تولى؟ تولى معناها أعرض، تولى معناها أعرض. فليدع نادية، يعني شو يعني فليدع نادية؟ فليدعو نادية إن لم يطلب، فليطلب مساعدة صحبته، فليطلب يعني هو صح كان بيحتمل بصحبته في الدنيا، في الآخرة فليدعو نادية. ربنا بحكي ادعو نادية، لو ادعي صحبتك اللي أنت كنت تحامل فيها، أو ادعي القوة اللي كنت تحامل فيها. فليدعو نادية، سندعو الزبانية، سندعو يعني ربنا بردك إن إحنا سندعو الزبانية. هم مين؟ الزبانية ملائكة العذاب اللي هم ربنا بيحكي لك انت تطلب مساعدة صحبتك، يعني تطلب اذا بتقدر، بس احنا سندعو الزبانية اللي هو ايش؟ ملائكة العذاب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. طبعا هون بهاي الآية بشكل عام بتحكي عن انه كان صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بده يذهب يصلي في مكة المكرمة ويروح يسجد هناك يقيم الصلاة مع المسلمين. فأبو اسم الكفار أراد على أراد إنهم يعرضوا الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد في مكة المكرمة، وحتى على رأسه مين كان؟ على رأس أبو جهل، على اسمه أبو جهل، هو على رأس الكفار كان، كان يحكي على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالإقامة في الصلاة وبصدهم على عمل الخير، وكان يحكي لهم إذا أنت رحت صليت هناك يا محمد إحنا راح
نمنعه ما رح نخلي هذا الشيء يصير. بس ربنا حكى له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه قيل لا تطعه واسجد واقترب، يعني انت لا تطعه، احنا معك، احنا رح نحميك. طيب هلا رح احكي لك بالامتحان اسم الكافر الذي كان ينهي على اقامه الصلاه من هو ابو جهل. طيب مع الناديه حكينا شيء عن تبع الناديه اللي هم صحبته، كان الكفار يمنعون المؤمنين من شو؟ من اقامه الصلاه، مش كسب المال ولا عباده الاصنام ولا الصيام، كان هذه كان الكفار يمنعون المؤمنين من اقامه الصلاه. وهيك بنكون احنا غطينا كل شيء قلناه في الماده الاشياء المهمه، بالتوفيق ان شاء الله.